بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. نهلا بحضرتكم في البروجكت الثالث. البروجكت الثالث ده جميل وسهل وبسيط وبرضه تطبيق على الفاندمنتالز بتاع الكورس. يعني الفكرة ان احنا نحاول نعمل image gallery بسيط خالص ما فيهوش اي حاجة غير زرار اسمه change image. لما بنضغط عليه بيغير لي الصور. انا لو مثلا عندي 5 صور بمجرد ما ان الـ5 يخلصوا بيبتدوا يتعادوا من الاول تاني. احنا قصد ان احنا نعمله بسيط ما نعملوش معقد شوية ما نعملش فيه مثلا next ولا previous. ممكن الكلام ده كله يحصل عادي جدا والافكار يعني بمجرد ما ان تاخد الفكرة بس ان شاء الله باذن الله تطبيق الكود بيبقى ايه امر سهل وبسيط ويسير. ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله بصدد ان احنا نحاول نحكيه في التوتوريال بتاع حلقه اليوم في الايمج جاليري ده. تمام اوكي. نروح بقى ونفضي هنبني ان شاء الله باذن الله كله مع بعض من الصفر. انا استخدمت نفس الحاجات اللي كانت موجوده معايا نفس التولز يعني يا جماعه. تمام يعني معايا فاونديشن فريم ورك ومعايا سكيلتون جريد سيستم. تمام وانا شغال الجريد سيستم على سكيلتون وشغال اليو اي الباقي كلها على ايه على فاونديشن. تمام فعندي في الاول الكونتينر طيب اوكي بعدين عندي 2 رو الرو الاولاني اللي فيه الصوره والرو الثاني اللي فيه البوتوم. تمام فهاد ريج ديفيجن الديفيجن الاولاني ده هياخد الكلاس اللي ايكوال تو رو كمان مره كنترول سي كنترول دي. الديفيجن الثاني هياخد برضه رو. تمام الاولاني هنا هتحط الصوره والثاني هنا هنحط مين البطن. نيجي عند الصوره فوق فاحنا محتاجين بقى جوه الرو هنبتدي نعمل ايه نعمل الديفيجن بتاع مين بتاع ال 12 عمود. تمام كده فهنعمل برضه ديفيجن ثاني على الكولومز يعني يا جماعه. تمام ديف هياخد الكلاس اللي بيساوي 12 كولومز ديت من سكيلتون جريد سيستم المره دي. تمام برضه ديت خلينا ناخدها بكوبي ونحطها لان احنا كده برضه محتاجينها هناك. تمام جايته محتاجين بقى الايمج اس ار سي الرسم بتاع ادراج الصوره. تمام ايمج وهنديله اس ار سي. انا اخترت اي 5 صور يعني انا عندي في البروجكت بتاعي كانوا 5 صور جبتهم من موقع كده يعني فانت اختار الصور اللي انت محتاجها. فانا هعرض بس الصوره الاولانيه انا حاططهم في الفولدر اللي اسمه ايمج عشان تمام ايمج سلاش دوت 01 دوت جي بي جي. دي الصورة الأساسية يعني أول صورة تظهر معي. تمام دي بقى هدي لها اي دي ايكوال تو هسميها مين ايمج اسمها ايه اسمها مين ايمج لأنها يعني أول صورة راح تظهر أول ما تضغط على الزرار والاي دي ده مهم يعني أنا هستخدمه إن شاء الله بإذن الله في أمور تانية بعدين. خلونا نستخدم اللي هو اسمه سنتر تمام كده وبرضه نفس القصة أنا هستخدم الوسم سنتر مع الرو بتاع الـ 12 ديت. تمام أدي كنترول بي أنا كده برضه كنت هستخدم سنتر وده هحط فيه البوتن يا جماعة. أنا ممكن أستخدم بوتن أو ممكن أستخدم انبوت من نوع بوتن يعني إيه خلونا نستخدم البوتن والبوتون ده طيب الامر المميز اللي في البوتون ان هو ماشي مش مشكله هياخد كلاس اكسباندد شويه من فاونديشن كان اسمه بوتون علشان ياخد الستايل الافتراضي واكسباندد علشان يتشد على 12 كولومز كلها على 12 عمود كلها. تمام وهنديله اون كليك الايفنت ده وفي الاون كليك هنشغل ماي فانكشن مربط الفرس. تمام و فاليو ولا ايه ماشي مش ما فيش فاليو هنا ده مش انبوت. تمام فهنكتب هنا تشينج النص اللي هيظهر عليه يعني تشينج ايمج ده المارك اب وده الاستراكشر تبعي نشوف. تمام كل شيء تمام ده منين طبعا تشينج ايمج دلوقتي فاضي ما فيهوش اي شيء لان الفانكشن فاضي. تمام الستايل اب بتاعي ما فيش اي شيء غير اني عامل على الكونتينر 150 بكسل وعامل على الرو بابنج 20 فانت هتحس بان ايه
في 20 بيكسل بادنج ما بين كل رو والتاني، هنا واخد 20 من تحت من كل ناحيه وده واخد 20، فدول مجموعهم ايه 20 من تحت 20 من فوق 40 بيكسل بادنج ما بين الاثنين رو يعني. تمام، بس ده الستايلز تبعي. هروح بقى ليه للجافا سكريبت. طيب خلونا نشرح الحاجات كده ببساطه قبل ما ندخل على الفانكشن. انا محتاج مجموعه من الفاريبلز، تمام كده. تمام، خلونا نبدا باول فاريبل. اول فاريبل ده انا هسميه ماي ايمج. حلو جميل، انا لسه ما كتبتش الفانكشن يا جماعه. ده بيساوي الفانكشن ده هيشيل القيمه بتاعت المين ايمج، تمام كده. يبقى المتغير ده علشان يخزن الصوره الاولى، تمام، مش بس الصوره الاولى، ده كمان هيتم فيه تخزين كل الصور الباقيه، فاهمني. يبقى المتغير ده اللي اسمه ماي ايمج ده انا هخزن فيه الصوره الافتراضيه. انا اساسا مش هخزن فيه حاجه، انا هقول له انا عايزك تجيب لي الاليمنت اللي واخد الاي دي من ايمج، تمام. ودلوقتي مين اللي واخد الاي دي من ايمج؟ الايمج، الصوره دي، تمام كده. حلو، فانا هقول له ده يا جماعه دوكيومنت دوت get element by id اللي هي ايه name image. انت بقى كل قصتك انك تجيب لي المين ايمج. حلو، ده اول فاريبل. الفاريبل الثاني بقى ده هيكون الاري يا جماعه، تمام. هنسميه ايمج اري، وديت هتكون متسلسله. الري بقى ادي متسلسله، الري هنحط فيها كل الصور الباقيه، تمام. وانا الصور بتاعتي كانت موجوده في الايمج، انا معايا صور من 01 لغايه 05، دي الصور بتاعتي موجوده في الفولدر اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايمج. فاعمل بقى ايه؟ انا نسيت طبعا من الدبل كوتس، ما تنساش بالله، تمام. ايمج وسلاش 01.jpg ده الاكستنشن تبعك، ده اول عنصر في الاري. بعدين كوما، خلينا ننسخها يعني عشان هم كده كده هيتكرروا، هنغير احنا في الاسماء دي كنترول سي. العنصر الثاني كوما، العنصر الثالث كوما، العنصر الرابع كوما، العنصر الخامس ديت 01، المره الثانيه 02، المره الثالثه 03، 4 فاينالي 05. دولت ايه العناصر بتوعي، وانا حاططهم فين؟ حاططهم في الري. اوكي جيد، يبقى انا عندي فاريبل الثاني، يبقى الفاريبل ده هنشيل فيه الخمس صور كلهم. الفاريبل الثالث ده هيكون الستارت بوينت، تمام. انا هسميه حتى ايه، انا هسميه ايمج اندكس يعني، تمام. ايمج او المثال هو حتى المثال نسميه ايمج اندكس، تمام. ده ايكوال تو، هنخليه القيمه 1، ده الدلاله على اني انا عايز ابتدي من الاندكس رقم 1، يعني عايز ابدا من اول عنصر او من اول عنصر في الاري دي، تمام. فتقول لي الاري بتشتغل من العنصر الاولاني بتاعها بيكون عباره عن زيرو. انا بقول لك انا ازاي ابدا بزيرو؟ انا ببدا بواحد اللي هو العنصر الاولاني اللي هو اول صوره. الاري قصتها مع الاندكس حاجه، والمتغير بتاعي اللي انا هبتديه من اول عنصر ده حاجه ثانيه. بس انت فكرتك مظبوطه يعني، بس انا القصد من اني راح ابدا الفاريبل ده، الفاريبل ده راح يبتدي من القيمه رقم واحد، والقيمه رقم واحد بتمثل لي اول عنصر دايما في الحاجه، تمام كده؟ رايت اوكي، نبدا نكتب بقى ايه؟ ماي فانكشن. ماشي، خلونا نتاكد من ان ماي فانكشن مظبوطه. خلي كنترول سي ننسخها. ما انت دايما بنسى فانكشن، الفانكشن مش هتشتغل. طيب تمام ماشي، يبقى فانكشن ماي فانكشن. المره دي هنستخدم حاجه ممكن نكون ما استخدمناهاش قبل كده يا جماعه، تمام كده. ايه هي اسمها؟ اسم الميثود دي اسمها سيت اتريبيوت. ايه الفكره؟ ان احنا عايزين نغير في اتريبيوت معينه اللي هي بتكون السورس بتاع الايمجز. انا عايز اغير في الاتريبيوت، انا كنا هم هضغط على الزرار هغير في السورس، فاهمني؟ ديت الفكره. طيب تمام، فهروح اعمل ايه؟ هقول والله انا فين فين اللي انا هغير في الايمج بتاعه الفاريبل اللي اسمه ايمج. ليه ده؟ ده ان هو واخد المين ايمج، والمين ايمج ده هو اللي هيتحط فيه الصور كلها، بس هو محطوط فيه دلوقتي اول صوره، تمام كده؟ اللي هو اهو محطوط فيه الصوره رقم 01، تمام كده؟ جميل. فانا هنادي على، انا عايز ايه دلوقتي يا جماعه؟ انا عايز ماي ايمج هو اللي السورس بتاعه يتغير.
هيتغير بايه؟ هيتغير بقيم الاندكس. يعني مره ماي ايمج ده هياخد القيمه الاولانيه في الاري، مره ماي ايمج ده هياخد الثانيه في الاري، مره ماي ايمج هياخد الثالثه في الاري، مره ماي ايمج هياخد الرابعه الخامسه وهكذا، وهو قيمته بالمين ايمج. ايه المين ايمج؟ المين ايمج ده السورس الايمج اللي هو الرسم بتاع الصور. بس ديت الفكره ببساطه. فهنقول انا عايز ايه؟ انا عايز ماي ايمج، مش عايز الدوكيومنت باك، لا ماي ايمج. عايز منه ايه؟ عايز استخدم حاجه اسمها سيت اتريبيوت. ممكن نكون اول مره نشوف الميثود الجميله دي، زي ما في حاجات كتير اول مره نشوفها في التطبيق. بس سبق ان احنا قلنا ان المساله في جافا سكريبت يعني يا جماعه ايه وسع شويه، مش هتعرف انت تلمها فين ولا فين بالظبط يعني. فانت بتحاول قدر الامكان تشتغل شويه مثلا في السترنجز، بتلاقي ان في حاجات في المس انت ما بصيتش عليها، بتلاقي في حاجات في الديت لسه ما اشتغلتش عليها، وفي فانكشنز وميثودز وكده يعني. في الموضوع واسع شويه. المهم ست اتريبيوت ديت في الدوم او الميثود ديت مسؤول عنها تغير الاتريبيوت. ايه هي يا جماعه الفكره؟ فكرتها ببساطه، اكتب لي في الاول كده الاتريبيوت اللي انت عايز تغيرها وعايز تغيرها بايه، تمام؟ الاتريبيوت اللي انا عايز اغيرها اللي هي اس ار سي السورس، تمام كده؟ اللي هي الاتريبيوت دي، تمام كده؟ اللي هي مع الاي دي ماي من ايمج، صح؟ ما هي نفس الفكره، مش المين ايمج اهو، مش الماي ايمج ده مش هو اخر الاي دي بتاع المين ايمج، يعني انا كده كاني بعوض عليه. عايز ايه منه؟ عايز اغير الاتريبيوت بتاعته. ايه الاتريبيوت دي؟ بتشتغل ازاي؟ بتشتغل باثنين بارامتر. الاولانيه بتكون عباره عن السورس اللي انت عايز تغيره، والنقطه الثانيه انت عايز تغيره ايه بقى؟ عايز اغيره بالايمج اري. حلو خالص. ترجع تروح تقول لي ايمج اري، وايمج اري ديت اري، فاكر بقى؟ طب إيه لو انت قلت له ايمج اري وسكت، ايه اللي هيحصل؟ إيه هيروح يكرر لي، يعني هيبتديني بالاري، هيحط لي مثلا هو إيه انا لو سكت هيبتديني، هتبقى القصه فيها ايه؟ عنصر واحد واحد بس. طب ماشي، خلينا نقول ايمج اري، وانا عملت كنترول اس دلوقتي ورحت عامل ريلود وعامل تشينج، هي مش شغاله طبعا، يعني في حاجات ناقصه معايا، يعني هي ايمج اري هيشتغل معاك على اول صوره بس. طب فين الباقي؟ فين الباقي؟ انت عايز بقى تعمل، عايز تشغله، الباقي في انك ديت اري هتحط فيها ايه يا جماعه؟ قيمه الايمج اندكس، علشان اقول لك ان الفانكشن لازم يحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها ايه؟ انكريمنت زياده، تمام؟ فهتقول له ايه؟ ايمج قيمه الايمج اندكس، انا هحاول اوضحها لك دلوقتي، تمام؟ انت بتقول له ايمج اري، عايز ايه من الايمج اري؟ من الايمج اري موجوده، عايز احط فيها الايمج اندكس، الفاريبل ده قيمته بكام؟ قيمته بواحد. فعشان كده دلوقتي قيمه الايمج اري هتكون بكام؟ انا عايز العنصر للايمج اري بتاع واحد، فاهمني؟ يبقى ايمج اري مع مين؟ مع العنصر واحد كده يعني، تمام كده؟ جميل. الفرق بقى في اني انا مش هقعد اكتب واحد واثنين وكده، لا انا هكتب ايمج اري، وايوه الله يبارك لك يا رب، اروح انزل تحت واقول له ايه؟ ايمج اندكس ده، واعمل له انكريمنت، اروح اعمل له ايه؟ بلس بلس. كاني طبعا انا ما استخدمتش فور، ممكن استخدم فور وممكن استخدم اي جمله من جمل اللوب، بس ايه المساله سهله ومش مستاهله الكلام ده تاني. فايه ايمج اندكس ده هيروح يزوده لي بواحد، فاهمني؟ يعني بعد ما ينزل بقى يروح مزود واحد على القيمه دي، يلاقي ان القيمه ديت بقت واحد، روح عرض لك العنصر، يعني فاهمني؟ يعني انت طيب ماشي، انت خلينا نعمل كنترول اس كده ونشوف هي هتشتغل زي ما انت تفهم، يعني انا كليكت مره هيغير لك الصوره. المره الثانيه طب انا هنعمل ريلود ثاني، اول مره في اول صوره انت كليكت، لما كليكت ايه اللي حصل؟ الفانكشن بتشتغل. طب الفانكشن فيها ايه؟ فيها ماي ايمج. عايز ايه؟ عايز الاس ار سي، عايز تخليه ايه؟ عايز تخليه قيمه الايمج اندكس، الايمج اندكس اول قيمه بتكون بواحد، فراح عرض لك اول صوره. حلو خالص. بعدين الفانكشن لسه بتقول لك ان انت زود لي عليه، فبقت دلوقتي ايه؟ بعديها بقت قيمه الايمج اندكس 2، فلما تضغط عليه هيبتدي لك بس مش بواحد، هيبتدي بايمج اندكس قيمته بكام؟ الاخيره اللي اتثبت في الكاش بتاع البراوزر ب2، فهيبتدي لك من الصوره اللي ترتيبها 2 وهكذا، يعني يفضل شغال كده. النقطه الثالثه، النقطه لو انا عملت تشينج 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 هوصل لمرحله فيها ايه؟ ان انا خلصت خمس صور، فجيت واجهك مشكله اجيب لك صور من فين تاني؟ الصور بتاعتي خلصت، فمحتاج اني هتلاقي اني غصب عني محتاج اني اكتب له جمله شرط واقول له بص يا برنس ايه بقى؟ والله لما
الايمج، لما الايمج اندكس او الايمج اندكس ده ماله، هو اللي بيزيد تمام كده. لما تكون الايمج اندكس ماله اكبر من قيمه الايمج اري، تمام، اكبر من مين؟ اكبر من قيمه الايمج اري دوت. انا ممكن اكتبها ايمج اري دوت لينس وساعتها يبقى كلامي صح، وممكن اكتبها اربعه وساعتها ممكن انا لو سبتها اربعه كده يعني، لاني مش اربعه كنسل، مش اربعه هي خمسه عندي انا، من واحد اثنين ثلاثه اربعه، انا تبقى اربعه يا جماعه صح؟ المفروض انها تبقى اربعه لان ده صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة أري. أنا عارف إن أنا لخبطت الدنيا، بس هي إيه، مسألة سهلة بسيطة. لما تكون قيمة الإيمج إندكس أكبر من أربعة، اللي هي إيه؟ اللي هي الإيمج أري دوت لينس، الطول بتاع الأري، تمام كده؟ هو مش هنعمل، أنا لو مش عملت على الكونسول دلوقتي، يا ربي ماشي، خلوني أرجع تاني للكونسول وأعمل إنسبكت، تمام؟ وهرجع على الكونسول وهقول أنا مع اسم الأري بتاعي إيه؟ كان اسم الاري بتاعي ايمج اري، انا هاخده كوبي وهقول مثلا ايمج اري، هيقول لي انت عندك واحد، هم خمس عناصر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة دولت العدد بتاعه، فاهمني؟ أنا لما كنت بقول ايمج اري وبحط، أنا آسف، وبحط ما بين البتاعتين دولت زيرو، فكان يجيب لي الصورة الأولانية الثانية الثالثة، فاهمني؟ هو هم عددهم خمسة ماشي، أنا بس الترتيب بتاعهم يبقى من صفر لغاية كام؟ من صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام كده؟ جاي، أو أنا ممكن أشيلها ماشي، إيه اللي هيحصل طيب لما يكونوا أكبر من أربعة أو ماشي، أنا آسف، خليها خمسة، تمام؟ وأحاول أفهمك الفكرة بتاعتي، بس أكملها لغاية الآخر، إيه اللي هيحصل؟ رجع لي الإيمج اندكس لمين؟ ايكوال تو زيرو. او انا كتبت زيرو انت تفهمني، يعني خليهولي زيرو، رجعهولي زيرو، يعني ما تنفعش دي تبقى خمسه، دي تبقى اربعه، لان انت بزيرو عايز العنصر اللي ترتيبه رقم زيرو، فاهمني؟ فبدايه القصه بتاعتك اثبتها لك. طيب ما بيننا وما بينكم ايه؟ ما بيننا وما بينكم الكود. نرجع كده بريفريش، ادي اول صوره، الصوره الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، واول صوره ثانيه، يعني انا كلامي كان صح، تمام؟ انا ممكن بدل ما اكتب ديت انا احاول اجربها كده ونشوف هتشتغل ولا لا، تمام؟ الاربعه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايمج اري دوت لينس، صح كده؟ مش الاربعه ديت عباره عن الايمج اري دوت لينث، وممكن انا اريح دماغي علشان ما اقعدش اعمل لها اكسكيوتنج كده بكت، واطلع هنا اند واعمل لها فار، واقول مثلا اسميها بلاش الاي كابيتال، ايمج اري لينث ايكوال تو ايمج اري دوت لينث، صح كده؟ واخد الفاريبل ده بكوبي واقول له هنا والله لما يكون الايمج اري اكبر من قيمه الايمج اري لينس، مش عارف اعمل لي ايه، تعالى كده نجرب بتشينج 1 2 3 4 5 ايه، بعديها رجع ماشي، هو عمل لي مشكله 1 2 3 4 الخمسه فاضيه وبعدين تشينج ديت كده، يعني حصل معايا مشكله دي. طيب انا لو خليت ديت قيمتها بالقيمه 5، لما تكون اكبر من 5 ايه اللي هيحصل؟ عملت ريفريش 1 2 3 4 5، حصل معايا نفس الكلام اللي حصل، هي ديت نفس المشكله اللي احنا كنا بنحكي فيها. طيب انا لو عملت انسبكت، بص يا سيدي الفرق ما بين الاثنين، هو بيقول لي فيلد ريسورس بس ماشي، يعني انا كده كده هتشتغل معايا، اسمها ايه؟ ماي اري، يا ربي هو اسمها ايمج اري، انا مش عارف شغال انسى اسمها، انا عارف ان انا والله رغيت وطولت يعني بما فيه الكفايه، تمام؟ اسمها ايمج اري، ايمج اري ديت لو انا قلت لينث انت هيقول لي خمسة بس 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 هما ترتيبهم صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام؟ أو أنا لما جينا كتبنا خمسة، أو لو عوضنا بقيمة الإيمج أري بتلاقي إن في واحدة فاضية في النص، خانة فاضية بقى، اللي هو لما هو وصل للعنصر الخامس ومش لاقيه، يعني هو ده زيرو واحد اثنين ثلاثة أربعة مش لاقي الخامس، فهيعمل لك إيه؟ فعشان كده أنت بتروح تعملها إيه؟ أنت ممكن تخليها إيمج أري لينث ديت، لكن تقول له مثلا ماينس واحد،
تمام؟ انك بتطرح واحد من قيمتها وتقول له كده نشوف داتا تشتغل ولا لا، بحيث انها تبقى اربع اللي هو العنصر الاخير اللي طيب اللي بيطير منك ده انت عايز يكون موجود. فاي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه كده اتحلت القضيه يعني، ما عمل حاجه. فانت رحت العنصر الزياده رحت تطرحه انت من الري، فبقيت كده اربعه احسن من انت كده ايدك ديت الشاهد بتاع الايمج اري. هو مفروض اني اوضح المفهوم، وانا اسف جدا على الاطاله. سبحان الله وتعالى وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نستودعكم الله. الاسئله الطبيعيه عندك ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.